انا عاوز اخدك كده سؤال سريع قبل ما نقفل يا كابتن حمد عن تعليقك على تولي الكابتن ايهاب جلال، وانا عارف ان انت اكيد من الناس السعداء جدا بتوليه منصب المنتخب المصري، تقول له ايه؟ طبعا طبعا طبعا، ده انتصار شخصي ليا انا، ما انتصار شخصي. في نفس الوقت انا بقول ان المكان راح لاحسن مدير فني في مصر في الفتره الاخيره، وهو والمكان راح ان شاء الله باذن الله للي يستحقه. انا بقول لكابتن ايهاب اشتغل، وانا عارف ان شغلك هيظهر في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، مع بعض انا بقول بعض التوظيفات اللي الكابتن ايهاب هيعملها في الفرقه. انا عندنا لعيبه كبيره جدا يا صح فادي، بس صحيح في الاول وفي الاخر ازاي تطلع الناس ديت من الحاله اللي هم فيها، لان في الاول وفي الاخر مش منتخب مصر على طول هو اللي هيبقى في الحاله اللي مستني رد الفعل من الفرق الثانيه. المنتخب مصر منتخب كبير، فانت ازاي تطلع منهم الحاله ديت هيبقى فيها حاجه كبيره ان شاء الله يا شادي. ان شاء الله. اشكرك كابتن حمد على وجودك معانا، ودايما نسعد بيك، وربنا يوفق الاسماعيلي في قادم المباريات ان شاء الله.